أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية خطتها الاستراتيجية لقطاع الثقافة والتراث، والتي تستند إلى تعزيز دور التراث الفلسطيني وحمايته وإبرازه كونه يعكس أبعاداً ثقافية وحضارية. الخطة تستند على تعزيز دور التراث الفلسطيني، لذلك الخطة الجديدة هي خطة قطاع الثقافة والتراث، وضع برنامج حماية التراث الفلسطيني وإبرازه كأساس في الخطة الحالية. الخطة راجعت الثغرات والصعوبات التي واجهتها سابقاً وتبنت برنامجين أساسيين في عملها القادم، وهما دعم الإبداعات الثقافية الجديدة وإبراز الموروث الثقافي من صناعات تقليدية وحرفية ويدوية. البرنامج الأول هو الثقافة للجميع، أي أن على الجميع الحق الاستفادة من هذا من القطاع الثقافي بالممارسة والمشاركة والإنتاج ودعم هذه الإبداعات والمحافظة عليها. الجزء الثاني اللي تطرقت له هذه الخطة الاستراتيجية اللي هو الموروث الثقافي من خلال برنامج حماية الموروث، واللي يستند أو في إحدى مكوناته اللي هي حماية الموروث الثقافي وصونه وتجديده. الاستمرارية هو الهدف من برامج الخطة التي وضعتها الوزارة، حيث ترتكز على تمكين المشاركين وتعيين لجان مختصة لإجراء أبحاث ودراسات على بعض الحرف والأثار المهددة بالاندثار وإدراجها على القوائم العالمية. لتلفزيون القدس، لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.